مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم حلقة جديدة ويوم جديد من أيامنا أيام ست الستات. النهاردة هنتكلم في موضوع مختلف، هنتكلم عن أخطاء ممكن أغلبنا يقع فيها مع أطفاله من غير ما يعرف أثرها على نفسية طفله، أثرها على شخصيته، وكل ده طبعا بيبان لما يكبروا الأطفال. الأخطاء دي بتبدأ معانا وأطفالنا لسه يدوب عمرهم شهور قليلة، وبنعملها وإحنا فاكرين إن إحنا بكده يعني إيه بنسليهم بنلعبهم بنفيدهم. هنتعرف على أكتر الأخطاء دي وأثرها على أطفالنا مع دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية اللي منورنا النهاردة في ست الستات. برحب بحضرتك معانا. أهلا بيك. يعني أحيان كتير الأب والأم مبيبقاش عندهم خبرة وبيفتكروا انهم بيتعاملوا مع حد كبير، يعني هو البيبي سواء بنت او ولد بيبقوا لسه صغيرين جدا ويبدا يبقى فيه اخطاء، والاخطاء دي تفضل تكبر في عقلهم الباطن ويعني تعيش معاهم سنين طويله ويبان اثرها بقى لما يبقوا كبار. نبدا منين الاخطاء دي؟ هي طبعا تكمله لكلامك ان الاخطاء بتكبر لان مرحله الطفوله هي التربه الخصبه اللي بيطلع فيها الحاجات اللي انا بزرعها في الابن وتفضل معاه لغايه قدام لما يكبر. صحيح. الاخطاء الشائعه اللي بيقوم بها الاب والام اللي مش مدركين هي ممكن تاثر، اول حاجه التدليل الزايد. ان انا ما دللش قوي بزياده، كلنا بنحب ولادنا بس لازم لما احب ابني احبه بالطريقه اللي تفيده واللي تقويه واللي تعلمه. التدليل الزايد والحساسيه المفرطه اتجاه الحاجات اللي هو بيعملها او الخوف اللي انا بيصدر مني ناحيته، ان انا خايف عليك، لا ما تتحركش، لا ما تقومش، لا انا هعمل لك، لا 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 ما تتعبش نفسك، ده تدليل زايد وحساسيه مفرطه بتطلع طفل اتكالي واعتمادي غير متحمل المسؤوليه وما تعودش ان حد يقول له لا. كل طلباته مجابه، ده قنبله موقوته، ده ما يعرفش يعتمد على نفسه في اي حاجه فيش خالص. انت لما ابنك يكبر كل طلباته لازم تنفذها له، يا اما هيتهمك بالتقصير لانك انت عودته من مرحله الطفوله على كده. ما تجيش بقى دلوقتي تقول لي اتحمل المسؤوليه، ما انت ما علمتنيش. ما ينفعش. الحاجه الثانيه بقى اللي هي عكس التدليل اللي هو التربيه بقسوه او التربيه بعنف، يعني في اب مثلا ممكن بيدلل قوي 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 واول ما ابنه يغلط تضربه بالقلم. عمل له صدمه نفسيه وصدمه عصبيه. منين انت الحنين الطيب ومنين انت بتاذيني بدنيا؟ ومنين ان انا ادلل قوي وما اقدرش اشد الحبل بتاع تربيه ابني، ومنين ان انا اكون قاسي قوي واطلع ابن معقد في المستقبل يدمر الدنيا. طيب انا اعمل ايه؟ اخليني في الاعتدال في المرحله الوسطيه، لا انا بدلل قوي ولا وانا في نفس الوقت مش بكون عنيف قوي معاه ومش بكون قاسي جدا معاه. يبقى انا بعمل بالانس وتوازن في التربيه، وده اللي احنا محتاجينه ويا ريت اي اب واي ام يعملوه. جميل. الحاجه الثانيه كمان في الاخطاء الشائعه ان انا ما اعملش مقارنه. صح، بلاش اقارن. احنا اتكلمنا في البرنامج كتير قوي عن موضوع المقارنه. المقارنه دي اللي بتخرب الدنيا. انا عندي ولاد في البيت 2 3، ده ذكي ده اقل شويه، ده بيفهم في الحته دي كويس وبيحبها، ده ما بيحبهاش، ده بيحب المذاكره ده اقل منه شويه، يبقى لازم ما قارنش. على فكره ده ممكن يبقى واحد متميز في حاجه والتاني متميز في حاجه تانية خالص، يعني اقصد ان ما نقدرش نحكم حتى على المواهب بمقارنتها. مفيش خالص، حتى لو توأم توينز ومتماثل كمان في اختلافات ما بين ده واختلافات ما بين ده. فما ينفعش الاب والام يقعد كل شويه يقول يا خايب يا فاشل انت مش زي اخوك، وده بيأثر على الطفل وممكن يكره الاب والام ويكره اخوه. الجزئية دي قبل ما نعدي بقى يعني من حتة السن الصغير قوي، شفنا على السوشيال ميديا من فترة والحقيقة تعاقبوا عليها، يعني أب وأم وهم بيخضوا بنتهم علشان يعملوا فيورشيب. شفناها. خلاص. هم أنا مش بتكلم على دول بالتحديد، أنا بتكلم على أساس إن إحنا إيه ساعات نحب نلعب مع أولادنا فنعمل لهم صدمة، يعني مش بس حتى كتربيه، لا احنا بنلعب معاهم فنعمل لهم صدمه. قبل ما نسيب بقى السن الصغير ده، يا ريت حضرتك هقول لك عليها. اول حاجه الام اللي دايما بتصرخ في وش ولادها. يعني الام انا عارف ان هي بتشيل مسؤوليات كتير شويه، فهي بتبقى قاعده مع الولاد كتير، فالولاد مثلا عاملين دوشه او عاملين يعني عصب يعني مبهدلين الدنيا شويه، فكل شويه تصرخ وتزعق، كل شويه تصرخ وتزعق. الصراخ والزعيق ده بيخلي الولد بيمتلكوا التوتر والقلق وبيكون ضعيف في الشخصيه. تلاقيه مع اي موقف بيجري يستخبى ورا حاجه ويعيط ودموعه تنزل ومش قادر ان هو يواجه. ليه؟ لان الام زي ما احنا كنا بنقول ان الام العصبيه في الجينات الوراثيه بتجيب طفل عصبي. ايوه صح.
طيب لما انا بقى اعلمه العصبيه انا كده بعلمه العصبيه، مش جينات بس بقى، ده كده تربيه، وبصرخ في وشه او بتنرفز عليه، فالولد ده هيطلع شخصيته ضعيفه، الولد ده مش البنت مش مدركه ايه اللي بيحصل، كل شويه ما تتكلميش صوت عالي، كل شويه ما تنطقيش صوت عالي، الصوت العالي ده بيحجم تكوين شخصيه ابني، بيقفلها بيقفل عليها كده، اللي هو عايز يقول كلام من جواه بس عارف ان الطرف اللي قدامه ده هيزعق فيه فيسكت. غير كده ان انا بخليه دايما متوتر، دايما قلقان، ما عندوش قدره على اتخاذ القرارات، دايما خايف، دايما مش واقف على الارض صلبه، دايما اي حاجات ايجابيه ممكن تتكون في شخصيته انا بقفل عليها. فده غلط، يعني عايز اقول للامهات ما تصرخيش في وش ولادك او تتعصبي عليهم، انا مقدر ان انت بتكون عندك مسؤوليات كتير، بس الصراخ ده او العصبيه ده انت بتخلقي طفل او طفله ضعيفه الشخصيه. صحيح. التصرفات مش بس فيربال او يعني شفويه، لا ده في بعض التصرفات باللمس، يعني اللي جايه تهزر مع ابنها او واحد بيهزر يروح قرصه، جاي مثلا يدلعه يروح رميل فوق خالص، فيحصل له زي رهبه شديده. يعني انا عارفه ناس يعني ما يعرفوش طبعا اكيد الاسباب، ولكن عندهم رهاب من الاماكن العاليه. ما هو ده بسبب العنف اللي انا بصدره من الاب والام اتجاه الطفل. ما هو العنف ده انواع، في عنف حتى لو بهزار يا دكتور، حتى لو بهزار، في عنف لفظي ان انا مثلا دايما بشتمه اقلل منه، ده العنف اللفظي، بس بيسمى في انواع العنف عنف لفظي. في العنف الجسدي بقى اللي هو سواء انا بهزر معاه فاقرصه فاخبطه ازقه، هو بقى ممكن يجي يعمل ايه بقى، ممكن يمارس ده مع اخواته، ممكن يمارس ده مع اصحابه لانه اتربى على ده. فحكايه ان انا اهزر مع ابني بطريقه انا بعملها بعفويه، بس هو مش بيستقبلها بعفويه، هو بيتعلمها وفي نفس الوقت بتاثر فيه. زي ما انت بتقولي في بعض الامهات مثلا تقعد او الابهات يشيل ابنه ويقعد مثلا يرمي ابنه لفوق، ده في كل لحظه ابنه بيطلع فيها او بينزل بيتولد عنده لحظه خوف، لحظه قلق، لحظه توتر. طب انا ليه احطه في ده وليه انا اعلمه ده؟ في حاجه احنا مش واخدين بالنا منها. ايه يا دكتور؟ ولادنا دول بيتعلموا مننا، لقونا ان احنا بنتعامل بطريقه ايجابيه الولاد تطلع ايجابيين جدا وسلسه جدا، وتعلموا مننا السلوكيات والقيم والعادات والتقاليد. ابني انا علمته سلبيات هيطلع يتعلم سلبيات، يعني بمعنى ابني شافني بيصلي هتلاقيه بيعمل زيي وبيصلي، شافني بشتم وبقول الفاظ خارجه هتلاقيه بيقول نفس الالفاظ. انا بقى بستعجب جدا من الابهات والامهات اللي تشتم قدام ولادها يا ابني كده، تقول لها بس انا ولادي ما بيشتموش. الله، طب انت يعني انت ازاي بيبقى فيه الازدواجيه؟ يعني بفهم الولاد ان الكبير يقدر يشتم والصغير لا. انا ليه فكرت في ده؟ انا حصل لي الموقف ده قدام عيني في ولاد في الشارع وانا مستنيه في العربيه، الشتيمه اللي طلعت من بقهم لا يمكن دكتور محمد داني انك انت تعتقد ان هم من 10 سنين ما بيقولهاش قصاد اهله خالص، بيقولها بره. ده اسمها ايه بقى؟ ان انا بربي بطريقه ازدواجيه، تناقض. انا كاب فقدت مصداقيتي عند ابني، بمعنى ان انا بقول له ان الشتيمه عيب وحرام، وهو في نفس الوقت شايفني الناحيه الثانيه في الريسبشن عمال اشتم واحد في التليفون صاحبي. أيوه. بالفاظ او يشتم مامته بالفاظ بشعه. الابن بيقعد كده مع نفسه يحسب الحسبه، بابا ده بيكذب عليا انا مش هصدقه، طب هو عشان خايف من بابا مش هيمارس ده قدام، فبيعمل ايه بقى؟ بيمارسه مع قرايبه، فتكتشف ان الام جايه تقول ايه ده، شتم بنت مثلا جارتنا او ابن جارنا بشتيمه فيها نوع من انواع الاباحيه شويه، ده شتم صحابه، ده عمل مع صحابه او اتكلم معاهم بالفاظ وحشه. فالولد بيفقد المصداقيه في الاب، يعني بمعنى ان انا بقول له ما تعملش ده يا حبيبي اصل ده غلط، طب ما انت بتعمله يا بابا، يبقى انت كذاب، طب ما انت بتشتم يا بابا، طب ما انت بتعمل ده. يبقى انا عايز اقول ايه؟ ان في تسلسل الاحداث، ان الابن في بعض الاسر للاسف يا دينا بيعدي منهم الحته دي، ابنه بيبقى عنده سنتين ثلاثه، هو بيبقى فاكر ان ابنه ما بيفهمش. أيوة. او فاكر ان ابنه مش ملاحظ، او فاكر ان ابنه مش واخد باله من حاجه، او مش فاهم، مش فاهم، ابنه بيلعب بس العقل الباطن بتاعه شغال بيخزن. ايوه طبعا، كل الكلام اللي بيتقال قصاده، لان ده بيبقى عامل زي القماشه البيضاء، فبيخزن ويقعد يطلع الكلام ده، يقعد يقول لمامته فاكره في اليوم الفلاني لما بابا شتمك وانت عيطتي، فاكره لما ما اعرفش بابا قال لك ايه، انت فاكر يا بابا لما انت كنت بتشتم واحد صاحبك وبتقول له مع القصه دي ايه. وفي حاجه كمان انا عايز اضيفها مهمه جدا الاباء بيغلطوا فيها، في الاخطاء الشائعه في التربيه،
اللي هي ان انا اعلم ابني ان هو ما ينقلش الكلام وانا بنقل الكلام. ايوه ايوه. يعني انا بطلب من ابني ان انت تحافظ على الشيزوفرينيا يعني خصوصيات البيت. ما ينفعش يا حبيبي تطلع بره تقول للناس ايه اللي بيحصل جوه البيت. يجي ابني يلاقيني قاعد مع واحد صاحبي بقول له ده حصل كذا 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 وقلت لها وقالت لي الله. يجي مثلا يلاقي الام بتروح عند مامتها وقاعده تحكي لها تسلسل الاحداث اللي حصلت في الاسبوع كلها. فالولد يقعد يفكر بينه وبين نفسه انتوا ازاي انتوا مصدقين نفسكم انتوا ازاي بتقولوا لي ما تنقلش الخصوصيه اللي موجوده جوه البيت او الاسرار وانتوا اصلا بتنقلوها. صح. ده خطا من الاخطاء الشائعه في التربيه. نرجع تاني لحته السب والشتم. هم بيربطوا كمان ما بين ان الكبار يشتموا فهم عايزين يحسوا ان هم كبار. فايه الدلاله ان هم كبار؟ ان هم يبداوا يشتموا 9 سنين 10 سنين يشتموا بعد دي بألفاظ دي بدايه غير طبيعية. مرحله مراهقه يعني. ايه الف اول صفه سلبيه فيها اسمها مرحله التقليد. يعني ايه التقليد؟ ده ولد طالع مراهق من الصفات السلبيه في مرحله المراهقه ان هو بيقلد ومش بيحس. بدليل ان انت ممكن تلاقيه مثلا مطرب تلاقيه بيقلد قصه شعره. صح. بيلبس نفس التيشيرت بتاعه. بيقلد حتى طريقه الكلام اللي بيكلمها في الافلام او المسلسلات ويقعد يقولها جوه البيت او يشوف لاعب كوره فيكون بالنسبه له قدوه. طيب هو بيشوف الاب والام. طيب بيشوف الاب بيشتم يبقى هو هيشتم. بيشوف الاب هيقول كلام حلو هو هيقول كلام حلو. وغير كده كمان عنده في المرحله دي حاجه اسمها الانا. الانا بتبدا تعلى. يعني الانا انا كبرت انا بقيت راجل. البنت مثلا لما بيبدا شكلها بيكتمل فبتحس ان هي كبرت فبتحس ان اتنقلت من مرحله الطفوله ان هي بقت انسه. فعايزه تثبت للناس ان هي كبرت. الولد نفس القصه زي البنت ما بتلبس الكعب بتاع مامتها وتلبس الفساتين بتاعتها. هو السلوك كمان هيتنقل بنفس الطريقه. ده السلوك كمان ايه في النقل ابشع. عارفه ليه بقى؟ لان انا لما في فرق ما بين السلوك وفرق ما بين العاده. يعني ايه؟ انا دلوقتي اتعلمت سلوك عشان اطلعه مني بيبقى صعب. لكن حاجه انا اتعودت عليها فتره بسيطه فانا ممكن ايه أعدلها. لكن حتى تلاقي مثلا الطفل احنا لما بنيجي نعدل سلوكه احنا بناخد من فتره 4 شهور ل6 شهور. لان دي سلوكيات اتبنت خاطئه اتبنت خاطئه. فانا عايز ازيل كل السلوكيات دي واحط مكانها سلوكيات ايجابيه. فانا دايما بقول لاي اب واي ام ابنكم اللي عنده 2 3 سنين اللي قاعد في البيت ده مش غبي. ده ذكي جدا. ده برينتر. ده يعني بيطبع كل حاجه والله بالملي. ممكن يطلع بره يقول كلام انتوا كنتوا بتقولوه بطريقه لمثلا لتيتا او جده والحاجات دي ينقلها بطريقه انتوا مش ما تتخيلوش. دكتور اخر حاجه. احنا بنفتكر ان اللي احنا بنقوله بس او التصرف بتاعنا بس هو اللي بيأثر في الطفل. الحاجات اللي بسيبه يتفرج عليها والسلوكيات ونوع الاغاني والالفاظ والحاجات دي والحركات عارف اللي هي الحركات البيئة شوية خليني أقول كده بتتنقل برضو للطفل لو حتى بيتفرج على التلفزيون أو على في العصر اللي احنا عايشينه ده. احنا عندنا مشكلة كبيرة وأنا بشفق على أي أب وأي أم. أنت ابنك المفروض أنه يتعلم منك. للأسف الشديد أنت لما بتسيب له مساحة هو بيتعلم من التيك توك من الفيسبوك من السوشيال ميديا من الحاجات اللي موجودة. فبيتلقى حاجات سلوكه انت ومعلوماته من ناس ما عندهاش محتوى ما عندهاش علم وانت ما عندكش كنترول عليهم. وانت ما عندكش كنترول لان في بعض الاسر بيعملوا ايه؟ بيرموا الموبايل لابنهم يقول لك ايه على اساس ان انت ما تعملش دوشه. الهي شويه. فهو عمال يتعلم كل يوم حاجه وكل يوم سلوك. ما الناس اللي بتقدم المحتوى دي ما هو مش ده حتى في النطق في طريقه يعني الكلام في طريقه الكلام في اللغه العادية في الحركة في النطق. حتى كمان انت مش بتشوفي اطفال بيتقمصوا شخصيات. ايوه اللي هو يقول لك بنتن وسبايدر مان وعايز اجيب شنطة مثلا عليها الله بنت. دي كانت الايام الجميلة. دي كانت الايام. دلوقتي التقمص ده فالتقمص ده بيجي الولد دلوقتي في السن ده عايز يتقمص يقول لك ايه طب ما انا عايز اعمل قناة على اليوتيوب زيهم. طب ما انا عايز اعمل اي محتوى واقدم زيهم. ده عندهم مشاهدات كتير جدا. فأنا بقول للناس ما تدوش المساحة دي لأولادكم لأن هتندموا قوي قوي قوي. ربنا يستر علينا وعلى أطفالنا وعلى الأطفال اللي طلع لسه. لأن الموضوع الأخلاقيات والسلوكيات والألفاظ واللغة للأسف بتسوق وبتسوق بفعل فاعل اللي هو إحنا. لأن إحنا بنسيبها تتمادى حتى لو مش عن طريقنا عن طريق وسيلة الإلهاء اللي إحنا بنديها لأطفالنا. بشكر جزيل الشكر ضيفنا دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية. أنا اللي بشكرك. بشكر حضرتك. أنا اللي بشكرك. وإن شاء الله قريب جدا يبقى لنا لقاءات تانية ومزيد من الأخطاء اللي دايما الأبهات والأمهات بيعملوها. نقدم حاجات مفيدة للناس. صحيح يعني يا رب. يدعوا لنا وهم قاعدين في بيوتهم إن شاء الله. شكرا. وبعد الفاصل هنكمل باقي فقراتنا لليوم في ست الستات. خليكم معانا.